انت وعدتيني المره اللي فاتت ووفيتي بوعدك، جبتيلي التيربنز اللي هي عملت السواري. تيربن بتاع السواري وعملت تيربن الخطوبه برضو. الخطوبه، طب فرجيني بقى ايه اوكي، معاكي. ده تيربن الخطوبه عملته يعني عملتيه ليا؟ طبعا تاخديه. لا انا قصدي عملت الحلقه يعني. طبعا يا حبيبتي. بصي ده تربن استخدمت جبر جبر كده، وطبعا جبت هنا. طب ممكن تعليق توقفيه كده عشان اوكي يظهر في الكاميرا؟ ايوه ده جبر اوكي، واستخدمت طبعا لولي والماس فيه و... دخلي ايدك كده فيه يا ياسمين عشان يبان، اوكي عشان لازم كل ندي كل حاجة حقها. اوكي ماشي. بصي اهو، ايوه في كمان بيشه من قدام كشكل، دي شكل جديد. دي قدام؟ دي قدام كده، العروسه ممكن تلبسها وبعد مثلا الخطوبه بشويه تدخلها جوه كده. ورده كبيره برضو من الجنب نفس لون التل من قدام اللي هو السيمون، وفي الماظات كده، هو شيك قوي. حلو قوي كمان لونه، حلو قوي. يا حبيبتي ميرسي قوي. وكمان في ده سواري برضو، ده سواري برضو اوكي. عملت له فيونكة من هنا وبرضه نزلت منه بيشه يعني سواري. بس اسود خطوبه؟ لا ده مش الخطوبه، ده سواري. ده اللي هو ده الخطوبه. ده للخطوبه اوكي، وده السواري. حلو، حلوه البيشه دي. عارفه جديده، عارفه تحسسك كده ان انت ترجعي الايام زمان. أيوة بتبقى حلوه قوي. وكمان عندي ده سواري، ده بايت برضو، حطيت بروش كده فيه، عملته برضو بطريقه مش تقليديه. هو عارفة حلو، هو برغم ان هو بايات بس سامبل سامبل قوي. هو انا البلاك بوسي ما بحبش ازود فيه حاجات كتير، لان هو اصلا بلاك لون كده عارفه يعني، حلو قوي لوحده. زودت بروش هنا بسيط قوي، حلو قوي. وده برضو الجبر ده ممكن يتلبس على يعني على اي حاجه ولا لازم سواريه؟ لا لازم سواري او خروجه بالليل يعني. بالليل. بالليل على حسب، هو ممكن يتلبس خروجه ممكن بالليل يتلبس، عادي. لان البايات مش بيخليكي تتحكمي قوي ان انت لا تلبسيه في مناسبه، لا على ممكن اي لون تلبسيه. بقى؟ بالظبط، على ممكن اي لون؟ بس بالليل، مش ما ينفعش طبعا نخرج بيه بالليل. لا اكيد. ده برضو جبر برضو بطريقه جديده. اوكي. وفي هنا برضو المازات بسيطه قوي، هو اصلا لون سامبل قوي ما ينفعش يتحط معاه حاجه كتير. بس حلو قوي.